حبينا نتفاعلوا مع المباراه، خاصه كي نشوفوا سكور 4-0 بريمير ميتون كارثيه، نشوفوا الهدف السادس للفريق نتاع السيتي، وضعيه كارثيه، ثلاثه ملاعبيه مكسرين الهجوم. على السلامه ومرحبا بكم فيديو جديد، لكن المره هذه باش نحكيو على كره القدم العالميه، كره القدم الحقيقيه. اليوم مانشستر سيتي يقصف اليونايتد هزيمه مذله، هزيمه كارثيه لليونايتد. هالاند البطل نتاعها بتسجيله الثلاثيه، الملاعبي هذا بصراحه مش عادي. باش نفتح قوس ونحكي على الملاعبي هذايا، لعب 10 مقابلات مسجل 20 هدف بمعدل 2 اهداف في كل مباراه. اليوم هالاند يسجل ثالث ثلاثيه في ملعب الامارات، كيو على احسن مهاجم في العالم حاليا. هالاند كسر كل الارقام، كسر كل السيناريوهات، كل الارقام تتكسر مع هالاند، خاطر كي نحكيو على الملاعبي هذا وقوه الملاعبي هذا، سيرتو وقت نحكيو على الوقفه، وقت نحكيو وين يقف، وين يتمركز، وين يتمركز تجيه الكره. مانيش قاعدين نحكيو على الملاعب قوي برشا تكنيكمون، لكن تكتيكيا قوي، تكتيكيا ماهوش عادي، ديما يطلب في الانترفال، ديما يطلب في الاسباس. معناها بصراحه ما نجمو نحكيو على الملاعب هذا حتى شيء، لكن تين هاج حتى من اليونايتد كي نشوفوا طريقه التعامل نتاعو مع كريستيانو رونالدو، اللي بصراحه كي نلقاو الملاعب هذايا بناك ما تفهم حتى شيء، على خاطر حتى ولو هو في اتعس حالته، حتى اللي هو في اضعف حالته، لكن ديما يقعد ملك للارقام القياسيه، ملك في الدوري الانجليزي. اذا كنت تبدا عندك رونالدو وما تستعملوش، معناها راهو فيك انت. مش مانيش قاعدين نشوفوا في مانشستر يونايتد من اللي جا تين هاج قاعد يتحسن، بالعكس الوضع الكارثي. انا من هوني نتصور اللي المدرب هذي صعيب كان يكمل الموسم، نعرفوا اللي البطولات الاوروبيه تختلف في الامور هذي، وديما يعطي وقت للمدرب منو يخدم وياخذ فرصته للاخر، لكن انك باش تقعد على راس الاداره الفنيه لفريق مانشستر يونايتد حاجه صعيبه، صعيبه برشا بنسبه 99% من بلاستي. نقول صعيب انه باش يكمل تين هاج على راس الاداره الفنيه، لكن برشا امور للمراجعه، برشا حسابات للمراجعه، خاصه كما قلنا نشوفوا الهدف السادس للفريق نتاع السيتي، وضعيه كارثيه، ثلاثه ملاعبيه مكسرين الهجوم. معناها هونيه رانا مانيش قاعدين نحكيو على حاجه عاديه، هونيه مانيش قاعدين نحكيو على حاجه نجموا نصلحوها في قادم الايامات، على خاطر كارثه بالنسبه الى دفاع كما دفاع مانشستر. اليوم هزيمه مذله، هزيمه كارثيه، وضع كارثي في مانشستر يونايتد، والسبب تين هاج وسوء المعاملات وسوء التعامل نتاعو. كيف كيف زاد نحكيو على قوة مانشستر سيتي، مانشستر سيتي لا يقهر مع غوارديولا، مانشستر سيتي قاعد يقدم في عروض قوية وقوية جدا كما نشوفوا أرقامه في البطولة. كذلك زاد نحكيو شوية أرقامه، تشوف فريق يخلق تقريبا أكثر من 22 فرصة كادرية على الكاج قدام مانشستر يونايتد، تفهم اللي فريق مانشستر سيتي قوي وقوي برشا. نحكيو على 10 كور كادريف منهم 6 بونتويت، لهني قوة رهيب. غوارديولا قاعد يخدم في خدمة كبيرة في السيتي بصراحة، من نجم نقولوا كان برافو لغوارديولا، برافو لمانشستر سيتي قدام اليونايتد في ديربي مانشستر. ان شاء الله يتواصل العرض نتاع السيتي، خاصة في دوري ابطال اوروبا اللي طموحه انه يتوج باللقب هذا. كان خرج في بعض المرات، كان خرج كل مرة والاسباب نتاعها، لكن السنة قاعدين نشوفه في مانشستر رهيب، نشوفه في السنة في مانشستر سيتي بطريقة ما هيش عادية. حبينا نتفاعلوا مع المباراة كي نشوفوا سكور 4-0 كارثية. بريمير ميتون نحكيو على مقابلة انتهت بالستة ثلاثة، صحيح فما اهداف منا ومنا، لكن بصراحة السيطرة واضحة لمانشستر سيتي قدام اليونايتد. ميرسي بوكو على المشاهدة، شكرا لكم، يعطيكم الصحة، تصبح على خير الناس الكل.